طيب خليني برضو نتكلم على على خبر يعني وصل لنا دلوقتي حالا، انه نجحت شركه برزنتيشن سبورت في الحصول على الحقوق التسويقيه لبطوله كاس الخليج المقبله في نسختها الثالثه والعشرين خليجي 23 التي تنطلق غدا الجمعه 22 ديسمبر في دوله الكويت، وتستمر منافستها حتى 5 يناير المقبل. الحقيقه خبر جميل جدا، يعني شركه برزنتيشن الحقيقه قايمه بدور كبير الفترة اللي فاتت وقايمة بطفرة كبيرة، يعني أول مرة نشوف يعني شركة يعني أو شركة رياضية بنقول مسؤولة عن الحقوق التسويقية أو البث بتنجح حتى خارج مصر. طبعاً أعيد الخبر تاني، نجحت شركة برزنتيشن سبورت في الحصول على الحقوق التسويقية لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها 23 خليجي 23 التي تنطلق غدا الجمعة 22 ديسمبر في دولة الكويت، وتستمر منافستها حتى 5 يناير المقبل. طبعا دي أكمل الخبر. طبعا الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت وقع عقد الحقوق التسويقية مع اللجنة المنظمة بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وكانت شركة برزنتيشن سبورت قد فازت بهذه الحقوق بعد منافسات شرسة مع كبريات الشركات العالمية في مجال التسويق. فوز شركة برزنتيشن سبورت بالحقوق التسويقية منافسات كأس الخليج يعد من الخطوات العملاقة للشركة في امتداد أنشطتها التسويقية خارج محيطها التقليدي. ده الكلام اللي أنا قلته، إن أنت بتخرج بره محيط التقليدي داخل مصر. أنا شايف إن دي خطوة مهمة جدا لشركة برزنتيشن تحط رجليها على المستوى العالمي. والحقيقة لما الواحد بيشوف شركة مصرية بتنجح في الكلام ده الواحد بيبقى سعيد على المستوى الشخصي، لأن أنا أعلم جيدا اللي بيحصل جوه شركة برزنتيشن، وأعلم جيدا قد إيه هم الناس بيدوروا بيهتموا بأدق التفاصيل. يمكن في حاجات كتيره جدا ممكن تغيب عن ذهن المشاهد او ذهن المتابع، ولكن شركه برزنتيشن بتهتم بالتفاصيل او ادق التفاصيل عشان توصل للعقود دي. كما تاتي هذه الخطوه في اطار تطوير استراتيجيه شركه برزنتيشن بالاستثمار في صناعه الرياضه لتخرج بانشطتها الى البطولات الاقليميه والدوليه بعد نجاحها على المستوى المصري والافريقي. الحقيقه الـ 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 او الخبر ده ليه سبق كبير جدا، ان شركه برزنتيشن يا جماعه خرجت من المحيط او من نطاق المحلي الى النطاق العالمي والدولي، وان شاء الله يعني هي افريقيا ومصريا تفوقت. احنا يعني دلوقتي بنتكلم على خليجيا، وخلي بالكم بطوله خليجي 23 البطولات الخليجيه دي بتبقى متابعه كويس جدا في منطقه الخليج، حتى في المناطق او خارج منطقه الخليج بتبقى متابعه، لان السعوديه طلعت كاس عالم وهتلاقيها مشاركه، الامارات نفس الكلام، الكويت فريق قوي، الخليجي او بطوله خليجي بتبقى بطوله متابعه جيدا، لان في فرق مشاركه في كاس العالم. الف الف مبروك شركه برزنتيشن، الحقيقه خبر اسعدنا كتير يعني كابتن احمد.